ورا هذه الاخوان بسببها باش خرجت تيغوان اللي دابا دايره خبله. راه خرجت بهذه السياره هذه قالت لك تويوتا قادره تضرب مليون كيلومتر، واحد المواصفات وواحد الديزاين والاساطير اخوتي. لقاء الاساطير كما كتشوفوا. راكم خوتي راكم بخيرين هانيين، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم الاخوان فيديو جد مهم اخوتي، لان غادي نشوفوا فيه ثقافه شراء السياره، وغادي ناخذوا واحد المثال تويوتا. كيفاش تويوتا شركه يابانيه وجايه لالمانيا، المانيا اللي كتصنع الاودي والمرسيدس والفولكسفاغن والبي ام، وقادره انها تثبت روحها في السوق، والشعب الالماني كيشريها بزاف. وعلاش الشعب الالماني كيشريها بزاف؟ لان الشعب الالماني الاخوان عنده ثقافه شراء السياره، وهذا الشيء هو اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو. المهم الاخوان ما تنساوش تشجعوا هذا المحتوى بواحد اللايك، تبارطاجيوه الاخوان، وضروري تشتركوا في القناه. راكم عارفين اخوتي اللي اشترك في القناه مجرد ضغطه زر بالنسبه لكم، ولكن بالنسبه لي راه بزاف الاخوان. يلا اخوتي على بركتي. السلام عليكم مباشره مع التويوتا. لهي الاخوان كاين جديد هنا كما كتشوفوا معايا، هذا القديم، هذا القديم، واغلبيه ديال هاد السيارات اللي كاينين هنايا، هاد الفخمات الواعرين راه روبريز، راه روبريز، يعني جاو داو التويوتا الاخوان، جاو حطوا هاد السيارات وداو التويوتا الاغلبيه ديالهم. واي بلاصه مشيتي لها هنايا، حيت فاش كتجي عندهم هما كتقول لهم السياره القديمه ديالي، تعطيوك كتعطيهم القديمه وكتدي جديده، ولا كتزيد الفلوس، ولا المهم هما كيعطيوك ثمن في ديك الجديده ديالك. وهما عندهم هاد البلاصه هادي كيبيعوا فيها، راه هي كما كتشوفوا معايا ليه كيبغاو فولكسفاغن، يعني السيارات المستعمله. حنا اليوم الاخوان واحد الفيديو ان شاء الله يا ربي اللي غادي يكون واحد شويه سبيسيال، غادي ندويو على واحد الثقافه ديال الشراء ديال السياره. فاش بغيت تشري سياره شنو خاصك دير؟ يعني واحد الحوايج خاصك ديرهم اللي ما كنشوفهمش انا عندنا حنا العرب، وكنشوفهم عند الالمان. وبالله هذا غنثبت لكم علاش، يعني تويوتا شركه يابانيه وجات لالمانيا، في كاين يعني الفولكسفاغن وكاين الاودي وكاين المرسيدس، وعندها مبيعات مهوله. علاش هي عندها مبيعات مهوله؟ حيت الشعب الالماني عنده الاخوان ثقافه في شراء السياره، وهذا الشيء اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو. المهم اخوتي البارح انا كنت هنايا، هانتوما كما كتشوفوا هذه راها الارتيو اللي كنت صورت لكم الفيديو ديال هذا الخبله، والارتيو راكم عارفين واعره. المهم خوتي اللي عجبته شي سياره هنا ولا بغى يعرف السعر ديالها، هانتوما يكتبها لي غير في التعاليق. هذا الكراج راه حدايا، غادي نرجع ندير فيه فيديو، حيت هذا اليوم راه الفيديو الثاني اللي كندير هنا الاخوان، حيت البارح انا كنت هنايا، كنت جيت باغي نصور شويه ديال السيارات، ولكن اخوتي غادي من هنا فاش جيت لهنا وصلت لهاد البلاصه عاودت الفيديو من الاول، حيت الاخوان كما كتشوفوا معايا لقاء الاساطير اخوتي، لقاء الاساطير كما كتشوفوا، فهما سبقت هما الاخوان. والفيديو ان شاء الله يا ربي غادي يكون غدا على هادو الاخوان، عرفتي هادو بثلاثه شحال ديال الخير فيهم اخوتي. غدا ان شاء الله غتعرفوا كلشي في الفيديو، الفيرسيو ار هذيك بريباراسيون واعره، والجي تي اي من لير، كلشي غادي تشوفوه غدا. وبالنسبه لهادشي الاخوان كما كتشوفوا معايا، لا بغيتو الثمن ديال شي حاجه ما عليكم الا تكتبوها ليا في التعاليق. ودابا خوتي كما كتشوفوا غادي نمشيو لهي باش نبداو الاخوان الموضوع ديالنا اللي غادي نهضروا عليه اخوتي، وهو ثقافه شراء سياره الاخوان. فاش كنبغي نشري شي سياره شنو خاصني ندير؟ حيت اخوتي كنلاحظ واحد الحاجه، بزاف الناس كيطلبوا ليا السيارات في لاباج، يقولك خويا باغي نمشي غير الخدمه، تيقلب على مرسيدس اي كلاس ولا كذا، فهمتيني؟ فهذه واحد القضيه غلطه، هذه واحد القضيه غلطه اللي الالماني ما غاديش يديروها. انت الاخوان فاش بغيت تشري السياره، اول حاجه خصك دير هي تجلس مع راسك وتقول ديك السياره لا صالحه ليا انا. لاش صالحه لي ديك السياره؟ واش انا واحد الانسان اللي كنخدم كنضرب 100 كيلومتر في النهار؟ واش انا واحد الانسان اللي عندي المشاريع ديالي وخصني غير نوض ندور عليهم مع الصباح؟ واش انا واحد الانسان يحب السرعه وعندي صحابي غادي نمشي نتسابق معاهم وكذا؟ يعني ديك السياره شنو باغي دير بها؟ حيت انت ما غتقدرش تشري واحد المرسيدس اي كلاس الاخوان اللي الكونسوماسيون ديالها كتكونسومي 8 لتر كل 100 كيلومتر، وغتمشي وانت عندك الخدمه بعيده ب 100 كيلومتر في النهار، فهذه غادي تفرع غير راسك. علاش دابا؟ حيت الا شريتي انت مرسيدس بهذا السعر هذا ابطار، يعني الكونسوماسيون الاخوان كما غادي تشوفوا معايا، يعني التويوتا كلها سيارات اقتصاديه وكتكونسومي نقولوا ديك الربعه وشي حاجه كل 100 كيلومتر. انت الا شريتي واحد المرسيدس اللي كتكونسومي 8 كل 100 كيلومتر، فاش انت فاش غادي تجمع داك الفرق ديال الكونسوماسيون في العام، راه غادي تلقى راسك خاسر بزاف. غادي بلا ما نهضروا طاحت لك خاصه شي حاجه، يعني شي بياسه، راك عارف البياسه ديال المرسيدس ماشي هي البياسه ديال التويوتا ولا شي حاجه بحال هكا، فهمتونا الاخوان. ومهم راكم عارفين، وحتى المرسيدس يعني الا بقيتي كضرب به 100 كيلومتر في ناقص في بال الخدمه، راه غضرب بها غير عام السعر ديالها غينزل في مره بوم، فهمتوني؟ في هذا اخوتي كنصحكم فاش تبغيو تشريو واحد السياره ديالكم، شوفوا الاخوان لاش بغيتو ديك السياره.
على سبيل المثال دابا بنادم اللي كيخدم بعيد ولا كذا، بعدا نقول لكم واحد القضيه، هذه السي اتش ار الاخوان راني ندير لكم عليها فيديو، سياره وبزاف وبزاف اخوتي. هذه السياره هذه قالت لك تويوتا قادره تضرب مليون كيلومتر، واحد المواصفات وواحد ديزاين واعر. الفيديو ان شاء الله يا ربي راجي. المهم الاخوان كما كنت كنقول لكم، يعني فاش تبغي الاخ ديالك تمشي تشوف شي سياره ولا كذا، شوف شي سياره على قدك وشوف الاحتياجات ديالك. بحال دابا كنتي خدام بعيد، ها انت شوف السيارات اللي ولاو دابا، ها شوف الذهبي بحالك حل. يا سلام الاخوان، شوفوا السياره هذه الايغو اكس، وهذه يعني بنادم فهمتوني الا كنتي كتقضي الاغراض ديالك فهذه راه اقتصاديه مزيانه اخوتي. وبالاضافه ها نتوما شوفوا لي كولور تبارك الله، جايبها من هنا بحال اخوتي شي فولفو. ها نتوما غادي نزوم لكم عليها من هنا، ها نتوما الاخوان ها شو السياره. هذو السيارات عاملين، هذو الياباني دائما تيكون عاملي، الياباني تيكون عاملي. وواحد الحاجه الاخوان نبغي نقولها لكم بالله، بزاف ديال الميكانيك دويت معاهم هنا المان تيقول لك احسن موتور واحسن سيارات كينصحوا بها هي التويوتا. علاش التويوتا؟ قال لك كيجيوه قالك المرسيدس بي ام ولا اولي قالك الموتور كيضرب غير 80000 ديجا كتبقى تلقى داك العرق ديالو والزيت. قالك التويوتا واخا تضرب عندك حتى 300000 كيلومتر قطره زيت ما كتلقاهاش. يعني هادو الميكانيك الالمان الاخوان كينصحوا بهذه القضيه، وعندي صحابي خدامين الميكانيك تيقولوها لي التويوتا احسن موتور الاخوان. ممكن ما كتشوفوها نتوما الذهبيه من هنا الاخوان، ها نتوما ومن الداخل هي كما قلت لكم كتلقاو فيها كل شيء عملي، فهمتيني كل شيء عملي. هذا الشيء لاش مقرر الالماني الاخوان يدير لك العملي فهمتيني صافي. حاجه هو كيشوف لك الكونسوماسيون كيشوف لك العيبات، بغيتي الفخامه وكذا راه الالمان، ولكن الثمن راكم عارفين اخوتي. ها نتوما بحال هذه كما كتشوفوا تويوتا الاخوان كتكونسومي 4.8 كل 100 كيلومتر، وفي البنزين الاخوان راه حاجه مزيانه. السعر ديالها كما كتشوفوا 20 مليون باقه جديده، ما راكب عليها حتى شي واحد، راه كندوق على تويوتا هذه الاخوان، راه ما غتشوفش بها الميكانيك، كونسوماسيون مزيانه. ولا خرجتها للمغرب راكم عارفين غتقام عليك هذه غير بواحد 15 مليون بهذ لي كولور، شي حاجه مزيانه الاخوان. هذا غير مثال فهمتوني، هذا غير مثال. انا جيت عند تويوتا والالمان بزاف واخا عندهم مرسيدس وكذا كيشريو هاد السيارات هذه كما قلت لكم هما الاخوان. تفضل ديك الثقافه اللي عندهم ديال يعني السيارات اخوتي، كيعرفوا يعني تيعرفوا علاش غيحتاجوا السيارات. وهذا كما كتشوفوا هذه الكورولا الاخوان، الكورولا راه دايره واحد المبيعات الاكثر مبيعا في اوروبا الاخوان هي الكورولا. والتويوتا تلاحظوا فيها واحد الحاجه، ان الموديلات ديالها كيشدوا ديال بصح. دابا هذا الموديل هذا ديال كورولا خارج في 66، ها هو حنا شوفوا شحال من عام وباقي خدام، يعني الطوموبيلات كيمشيو. وهذا كيدل بالله تويوتا يعني اخوتي راكم عارفين بلا ما نقول لكم واحد الحاجه. وهنا كاينه واحد السياره عاوتاني اللي غادي نهضروا عليها، بزاف الناس ما عارفينهاش فيها، وفي هذا الفيديو غادي ندوي على جاي غادي ندوزوها. هاد البيضه هذه الاخوان الرافكات. المهم السيارات اللي كتشوفوا معايا ها هما، اللي عجبته شي حاجه اخوتي كتبها لي في التعاليق. السيارات اللي غادي تطلعوا غنجي ندير لكم عليهم فيديو، ما كاين حتى شي مشكل. هذه كما كتشوفوا معايا الرافكات. دابا حنا لا سولنا على الرافكات، تلقى حنا عندنا قليل اللي عارفه، هذه هي في التويوتا قليل اللي عارفه. ورا هذه الاخوان بسببها باش خرجت التيغوان اللي دابا دايره خبله، راه خرجت بهادي، هادي رجعت في 2015 للاسواق الاوروبيه، راه خبلاتها. داكشي علاش شفنا داك التحويل في التيغوان، يعني تحويل كبير راكم عاقلين كي كانت التيغوان وكي ولات. يعني هانتوما كما كتشوفوا التيغوان قريبه لهادي، التيغوان خرجت باش تنافس هادي هي ونفساتها ونفساتها ديال بصح. غير هما الاخوان يعني الحاجه اللي كيتفوقوا فيها الالمان على اليابان هما الانتيريور ديال الالمان واعرين. المهم الاخرين سابقين في حاجه وهادو سابقين في حاجه. هذه كما كتشوفوا معايا هي الرافكات الاخوان، هذه راه شنو نقول لكم، راه بزاف اخوتي. هذه راه بحال عندك الهيلوكس ولا راه ما كاينش الامبان الاخوان، قويه بزاف اخوتي على التيغوان فهمتوني. باش نقولوها يعني التويوتا معروفه هي الاكثر مبيعا في العالم اخوتي، والشعب الالماني واخا عنده المرسيدس وهذا تيموت الاخوان تيبغيو التويوتا كيتقداوها اخوتي بزاف. المهم الاخوان كما شفتوا هذا الفيديو هذا ما غاديش نبغي اخوتي نطول فيه، هو كان الاخوان غير على يعني ثقافه شراء السياره. والمبتغى من هذا الفيديو هو فاش تبغي تشري واحد السياره ديالك، شوف الاخ شوف باش ما تخسرش فهمتوني، شوف لاش باغي تشري ديك السياره، يعني لاش كتصلاح لك وشنو باغي دير بها باش تشري واحد السياره اللي تكون صحيحه كتناسبك الاخوان، وما تشريش شي سياره اللي غتبقى انت كتبدر في واحد الفلوس اللي فهمتوني بلا معنى فهمتوني الاخوان. هذا هو المبتغى من هذا الفيديو. والاخوان غدا ان شاء الله يا ربي غادي يكون الفيديو ديال لقاء الاساطير الاخوان كما كتشوفوا معايا ها نتوما، هذا الفيديو ديالهم غادي يجيو غدا
تبارك الله وصلاح النبي اخوتي، روعه روعه روعه، شي حاجه بزاف. وانا كما كتشوفوا الاخوان باقين ها لي تيغوان، ها انتما كما كتشوفوا الجيب شيروكي، ها هي التوران، ها انتما. المهم الاخوان، نتمنى من الله انكم يكون عجبكم هذا الفيديو اخوتي، وهذا الدردشه اللي درنا اليوم. وما تنساوش الاخوان واحد اللايك اخوتي، ومهم تابوناو في القناه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي الى بغى الله. وما تنساوش الى عجبتكم شي طوموبيل كتبوها لي في التعليق، ان شاء الله يا ربي غنرجع ندير عليه فيديو. الله معكم الاخوان.